مرحبا، أنا اسمي سامي فتاح، صانع أفلام ومصور طعام ومنتجات. تعالوا ياي أشوفكم بعض من أعمالي. أنا سبتك وانت مني. قريبا جدا راح ابلش انزلكم فيديوهات ما خلف الكواليس عن طريقة التحضير لتصوير الطعام والمنتجات بطريقة احترافية، وهذا مو شرط يكون عندك كاميرا DSLR، عادي اذا كان عندك كاميرا موبايل. وايضا بعض النصائح المهمة لصناعة الافلام. لا تنسون تسوون فولو وسبسكرايب على كل قنواتي راح اخليكم اياها في اسفل هذا الفيديو. لكم مني كل الحب والاحترام، اخوكم سامي فتاح.